هذه مقارنة للآيفونات الجديدة كاملة، الميني والثناعش والبرو والبرو ماكس، اللي يعتبر أكبر جوال تصدره أبل، يعني آيباد إلا شوي، آيباد يعني ممكن ينافس الآيباد ميني الصغير. وهنا جميل، حجمه جميل صغير، بس أتوقع أن للأشياء والفيديو طبعا الاثنين هذه نفس المميزات والخصائص، بس فرق الشاشة. والاثنين هذه البرو والبرو ماكس نفس المواصفات بس فرق الشاشة، مع فروقات في عمر البطارية. هذا الحجم مهم ترى، حجم الجوال، لأنه أي أحد بينتقل من جيل قديم، يعني مثلا من الماكس، هذا الإكس ماكس القديم، تجي تنتقل للبرو فبتفرق معك الشاشة، بتصغر. فمهم أنك تعرف وش الشيء اللي معك من الموديلات هذه. هذا الفايف نفس الآيفون الجديد بالحوائف هذه، خل نحطه جنب الميني قريب، بس الشاشة هنا أكبر. وأنصح أي أحد بيأخذ من الجيل الجديد من الآيفونات أنه يشوف وش الموديل اللي معه ويقارنه من موقع أبل، لأن لو كان مثلا جوالك ماكس وبتروح للبرو فالشاشة بتكون أصغر. فمهم أنك تكون على نفس الشاشة بنفس الحجم أو قريب منه أو أكبر. وهنا المقارنة من أبل، تحط نفس الموديل جوالك اللي أنت فيه 7 800 9 أي أحد أو أكس، بعدها تشوف هل مناسب لي الميني أو مناسب لي البرو ولا مناسب الماكس. كثير يسأل عن الألوان، وهمهم الألوان، يقولون خصوصا في النهار. فالأزرق الآيفون 12 غير الماكس والبرو، هذا الأزرق يسمونه المحيطي وهذا الأزرق العادي. فبنحط لكم صور عشان تشوفون مقارنة بين لونين. هذا يكون شوي ده مطفي على أزرق على رصاصي كده، هذا أزرق أزرق.